كل ما تعمل رياضة، كل ما تخلي الهم ده عندك يروح، كل ما تعمل رياضة، كل ما تخلي الكسل عندك يروح، كل ما تعمل رياضة، كل ما تخلي تقل الجسم ده يروح من عندك. الرياضة هي علاج الكسل والخمول والهمل. الرياضة هي اللي بتخلي بدل ما تنام يوم كامل تنام قليل، تنام 7 ساعات أو 8 ساعات. الرياضة هي حلاوة الواحد. من غير رياضة الواحد يكون عنده كسل وهمد وخمول ويحس بقرف. الرياضة تعطي نشاط وحيوية وتقوي الصحة وتقوي القلب وتخلي الإنسان حركته سريعة. شكرا لكم.